ينضم معنا عبر سكايب من أمريكا السياسي المعارض أحمد الأبيض. حياك الله سيد أحمد. عن ماذا تبحث الولايات المتحدة مع شخصيات عشائرية واجتماعية؟ وما هو رأيك بأداء السفيرة الأمريكية إلينا رومانوسكي ولقاءاتها خاصة مع شخصيات إطارية كبيرة؟ تفضل. تحياتي لك ولجمهورك الكريم. السياسة الأمريكية طبعا العراق بها عدة مستويات. نعم. دور السفارة الحقيقة هو مركزي في تحديد وجهة السياسة، أي بمعنى أي يعني المسؤولين عن السفارة الأمريكية بالذات السفير ومستشاري هم من يعطي ملامح السياسة التي يجب أن تتبعها الخارجية الأمريكية والإدارة الأمريكية في العراق. في هذه المرحلة السفيرة كانت تعتقد قبل أن تباشر أعمالها في العراق وخلال جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ تحدثت عن خطط وبرامج كلها تتعلق بتمكين العلاقة مع المجتمع العراقي، مع منظمات المجتمع المدني، نعم، مع يعني الواجهات المجتمعية في العراق ومنها العشائر. لقائها مع قيادات الإطار تتعلق في مسألتين. الأولى تريد أن ترسل رسائل إلى يعني إلى من تولى تشكيل هذه الحكومة التي يقال عنها هنا وأنا أقول هي حكومة الميليشيات وليست حكومة إطار سياسي، أنه يجب أن تبتعدوا أولا عن الخضوع للسياسة الإيرانية والمظلة الإيرانية، وثانيا يجب أن تعملوا من أجل مصالح شعبكم، وهذا يجب أن ينطلق من خلال فتح الأبواب أمام الاستثمارات ومنها الاستثمارات الأمريكية. قيادات الإطار تناور، تريد أن تكسب وقت وتراهن على كثير من العوامل الداخلية والخارجية، وهذا مكشوف الأمر. بما يتعلق بالسياسة الأمريكية القادمة، معروف أنه إدارة بايدن الآن يعني هي في أحرج أوضاعها، هي منشغلة في ملف الصين، تايوان، أوكرانيا، روسيا، وهنالك مشكلة الانتخابات التي بدأ واضح أن الديمقراطيين يعانون منها، وهذا طبعا يشجع خصوم أمريكا للاستثمار ومثل هكذا خلل في السياسة الأمريكية. ولكن مؤكد أنه الأمريكان ينظروا للعراق منظار آخر يختلف عن كل دول العالم، نعم، محطة أساسية واستراتيجية. لذلك أعتقد أنه في الأسابيع القادمة سوف نلاحظ نوع من التجديد على العراق فيما يتعلق في أين تكون وجهته الآن. نعم. معروف أنه الساسة المسؤولين عن السياسة في العراق ليس لديهم وجهة واضحة، هم يريدوا أن يكونوا في المعسكر الإيراني الروسي الصيني، وفي نفس الوقت يريدوا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للبقاء على هذا النظام الذي بالحقيقة لولا الولايات المتحدة الأمريكية سقط هذا النظام منذ سنوات وخصوصا. نعم. بعد ثورة تشرين. نعم. طيب، ماذا عن تزايد النشاط الأمريكي وتحديدا السفارة الأمريكية في العراق عقب تشكيل حكومة السوداني؟ هل هذا يثير حفيظة البعض؟ بالمقابل هنالك تهدئة وقبول اضطراري بهذا الوجود من قبل الإطار مقابل الإبقاء على حكومته. إطار وماكو شيء اسمه إطار، اكو شخصيات سياسية. نعم. بس قاعدته الأساسية هذا الإطار في قسمين. قسم يعني ميليشيات لها واجهات سياسية مثل العصاب والكتاب وما شابه، والآن بدأ واضح انه هؤلاء غير راضين عن الطرف الآخر اللي هو السياسي التقليدي، يعني حزب الدعوة، دولة القانون، الحكمة، ما شابه ذلك. هاي هي التيارات التقليدية اللي حكمت البلاد وتريد أن تلقي التهم على الشعب العراقي وعلى النظام السابق وعلى أمريكا، والآن بدأوا يتركوا هذا الخطاب. الخطاب عندما لم ينسحب التيار الصدري آنذاك كان تتهم الانتخابات مزورة والإمارات خلفها وإسرائيل وأمريكا، والآن تغير الخطاب. هو ليس الحقيقة لديهم شجاعة لمواجهة أمريكا أو المحتل لإخراجه من العراق، هم يواجهوا الشعب العراقي ببنادقهم كما يفعل حزب الله في لبنان، كما يفعل الآخرون، كما يفعل نظام الأسد في سوريا. وهؤلاء الأدعياء الحقيقة يتغير خطابهم وفقا للمصلحة، ولذلك اليوم مصلحتهم أنه الولايات المتحدة الأمريكية ساكتة عنهم على ما يبدو أنه ساكتة عنهم، وبالتالي هم لا يصعدوا بالخطاب. اولا كما ذكرت لك لانهم هم ليس لديهم قدره على المواجهه، ليس لديهم قضيه يؤمنوا بها. نعم. وثانيا الحقيقه المصالح سائره، اي بمعنى الغنائم والسرقات والفساد في هذه الحكومه سوف تكتشف الايام، يعني يكتشف الشعب العراقي انه افسد الحكومات
هي حكومة الكاظمي، والأفسد منها سوف تكون حكومة السوداني. نعم. طيب سيد أحمد، نعم. 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 طيب ألا تعتقد أن الجبهة المعارضة للأميركان انقسمت الآن داخليا؟ هنالك فصائل تعلن عدائيتها، بالمقابل هنالك خفوت في الوصف العدائي من قبل شخصيات سياسية. 90% من هذه الجهات اللي تتحدثين عنها اللي خفت صوتها هي تتعلق بالسياسة الإيرانية. بعد أن شهدنا يعني خضوع إيران للإرادة في السعودية، وهذا ما كنا نتحدث عنه، بدأ واضح أنه إيران بدأت تتخلى عن النظام في سوريا، ولاحظ الضربات اللي تلقيها إسرائيل يوميا على الميليشيات في سوريا وعلى الجيش السوري وإلى آخره، وكذلك تحاول بعض الفصائل أن تثبت وجودها بإلقاء صواريخ على إسرائيل، وتتلقى الضربات يدفع ثمنها أبناء هذه الشعوب الفقيرة. الحال كذلك في العراق، 10% من هؤلاء ليس لديهم عداء، وإحنا نمر في الذكرى 20 لاحتلال العراق، لديهم عداء لأمريكا، وإنما يبدو أنه مصالحهم الداخلية لم يحصلوا على حصتهم من الكعكة كما تسمى هكذا عند السياسيين الذين يستهزئوا بإرادة الشعب العراقي. هؤلاء يريدوا من حكومة السوداني أن تخضع لإرادتهم، وبالتالي وخصوصا فيما يتعلق بالمكاسب والمنافع. هذا هو كل الأمر. لذلك ليس هذا الخطاب اللي تسمعيه جنابك ويسمع المشاهد العراقي، هذا صوت مبحوح لا يؤثر في المعادلة ولا يؤخذ بنظر الاعتبار لا في واشنطن ولا في غيرها. صواريخهم سوف ترد إلى نحورهم، لأن هذه الصواريخ الحقيقة لم تستخدم فعلا من أجل مصلحة العراق أو لتحرير الوطن من المحتلين والغزاة. الذي يخضع للإرادة الأجنبية وبالذات الإرادة الإيرانية ثم تسوقه الأهواء الإيرانية كيفما تريد، هذا ليس بوطني ولا يدافع عن العراق. نعم. طيب سيد أحمد، برأيك هل السوداني اليوم قادر على ضبط إيقاع الفصائل وهو يراها تستعرض في وسط العاصمة بغداد يلتزم الصمت؟ ما موقفه من الإدارة الأمريكية مثلا؟ هنالك هنالك مقربون من أمريكا يؤكدون أن العراق مقبل على عقوبات إذا بقي الحال كما هو عليه. تفضل. اللي جنابك سألتي في البداية، السفيرة عندما تلتقي في الإطاريين ترى لم تتوقعين أنه يعني تم تدحهم أو كذا، هي توصل لهم رسائل، وأهم الرسائل هو ضرورة إنهاء هذا يعني سلاح المنفلت وهيمنة الميليشيات على القرار السياسي. ولذلك السوداني هو يعرف قاعدته السياسية، وليس لديه قاعدة سياسية حزبية، ولديه قاعدة ميليشياوية. وهذه الميليشيات أكثر سطوة حتى من باقي الأطراف، ولذلك اليوم الانقسام واضح وحقيقي وأساسي اللي حاصل في هذا ما يعرف بالإطار. وهم يرفضوا أولا الاتفاق مع كردستان اللي حصل فيما يتعلق بالصادرات النفطية، وهم الحقيقة يرفضوا توزيع الحصص في الموازنة. طبعا هي حصص وليست موازنة، هي عبارة عن بلاط، يعني كأنما شيت أرقام موضوعة، ويريدوا زيادة حصتهم لما يعرف بالحشد وكذا وغيره. ولذلك واشنطن تعتبر أنه من أساسيات هذه الحكومة هو إنهاء دور الميليشيات، هذا كان هو جزء من الاتفاق، وهذا ما أبلغته به السفيرة الأمريكية في أول لقاءاتها مع السوداني. الآن شوفي أصواتهم إيش قد ترتفع، السفيرة والسفيرة والسفيرة، ولكن هم يعرفوا بشكل واضح أنه بجرة هاتف هذه السفيرة حقيقة تستطيع أن تغير الأوضاع في العراق، لأن من يحمي هذا النظام وأنا أؤكدها هو الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح إيران مستفيدة من هذا النظام، ولكن من يحميه هي أمريكا. متى ما رفعت أمريكا يدها عن هذا النظام سوف يسقط أمام صرخات وويلات الشعب العراقي. الذي يعاني منذ 20 عام الحقيقة منذ احتلال العراق من هذه الطبقة السياسية البائسة والفاسدة، والتي تتذرع يوميا بشتى الأنواع. والعراق شوفي جنابك اليوم هذه الموازنة التي تسمى بالانفجارية، و50% من الشعب العراقي يعني تحت خط الفقر الآن، هذه الأرقام الحقيقية، والبطالة والفساد وتعطل كل المشاريع المهمة والحيوية والقطاعات الأساسية في البلد، وليس هنالك رؤية ولا وضوح لهذه الطبقة السياسية والحكومة. السوداني لن يستطيع، وهو الآن في محاولة الحقيقة للالتفاف حوله، وهو الآن موضوع بين ساندويتش، وأعتقد قادم الأيام بعد عيد الفطر المبارك سوف نرى تحركا شعبيا واسعا ضد هذه السياسة الفاشلة وضد هذه الحكومة البائسة. نعم سيد الأبيض، وليس ببعيد وتعريجا على ما حدث من قصف في مطار السليمانية، هل هذا يعكس القصف التركي الأخير
الذي استهدف بطائرة مسيرة المطار وجود حالة اختراق في كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني؟ الصراع في كردستان اللي يعني من الى تاريخ قديم في عقب جابك من التسعينات. نعم. وحاول فتره الراحل الطلباني ان يعني خصوصا بعد احتلال العراق ان يطرح مفهوم انه يعني كردستان يجب ان تكون هي الاولويه لهم في سياستهم بين البرزاني والطلباني. نعم. نجح الى حد ما في توحيد الموقف الكردي وعلى حساب للاسف بعض الاشياء اللي حصلت على حساب مصالح الشعب العراقي. اليوم على ما يبدو انه من ورث الطلباني يعني لا يرضى بتلك السياسات وهو يريد ان يحقق اهدافا اكثر لحزبه، ولذلك تعاونهم مع الجهات الاجنبيه، تحدثين عن قسد، تحدثين عن حزب العمال الكردستاني، وتحدثين عن المعارضه الكرديه ضد النظام في ايران. نعم. اصبح كردستان للاسف يعني هو ملاذ لكل الرافضين للأنظمة التي في دولهم، ولكن هذا على حساب سيادة العراق أولا وعلى حساب استقرار كردستان. نعم. وإذا استمر الأمر هذا ويتم استغلاله سياسيا ما بين الصراع القائم ما بين البارتي والاتحاد، طبعا هذا على حساب مصالح شعبنا الكردي في كردستان وعلى حساب استقراره وأمنه اللي هو مهم بالنسبة طيب لنا. طيب مع كل العراق. هذا وذاك سيد أحمد. نعم. الأتراك الحقيقه ايضا حكومه اردوغان، بس نختم بهذه، هم عندهم ازمه حقيقه خصوصا بعد الزلزال وانكشاف كثير من الامور الغير صحيحه في تركيا. اليوم انتخابات قريبه على الابواب، وهذه ضمن يعني الصراع الدائر في تركيا ايضا السياسي، تحاول حكومه اردوغان ان تقول انه احنا موجودين ونحن الاقوى ولن نرضى باي استهداف من قبل اراضي كردستان لكتله. طيب سيد احمد، بالمجمل هل سيكون إقليم كردستان جاهزاً لصد مغامرات بافل وإبعاد خطر السليمانية التي تتقارب مع إيران سراً؟ يعني بافل ما عنده رؤية سياسية، هو يعني يبدو انفعالي الرجل. البرزاني أكثر حنكة سياسية منه، وعلاقاته حتى الدولية وحتى السياسية في العراق يعني راسخة إلى حد ما. ولذلك على ما يبدو إيران تريد أن تخلق التوتر في كردستان بعد أن خسرت جبهاتها في اليمن وفي سوريا وفي لبنان، تحدثنا عن هذا، بعد أن استسلمت أمام السعودية وبدأت تتوسلها. اليوم إيران تتفق مع تركيا لخلق أوضاع شاذة في كردستان، هي تستهدف أربيل، وطبعا الاستهداف إلى عدة أسباب من اقتصادية ومنها سياسية، بضرائع عده انه المعارضه موجوده في المعارضه الكرديه ضد النظام في ايران موجوده في كردستان. نعم. والاتراك يتذرعوا بقضيه حزب العمال الكردستاني، طبعا حزب العمال الكردستاني مرتبط ميليشياويا بالمناسبه، ياخذ حتى مرتبات من بعض الفصائل الميليشياويه في بغداد. وتركيا تعرف ذلك، وتركيا تتعامل مع الحكومه العراقيه، لماذا لا تبلغ تركيا الحكومة العراقية عن هذه الأشياء؟ لماذا تقوم باستهداف كردستان؟ لماذا تستهدف المواطنين؟ لماذا تستهدف المطار؟ لذلك سوف يخسر قاتل طلباني إذا استمر بهذه السياسة، عليه أن يتوائم ويتفاهم وأن يترك هذه اللغة يعني التصعيدية في هذه المرحلة. نعم. نعم. أحمد الأبيض السياسي المعارض، كنت معنا عبر سكايب من أمريكا، شكرا جزيلا لك.